احترام وداخل جوانب ثراء الفكر العربي الكلاسيكي من الناحية اللغوية والعلمية. من المعروف أن المفكرين العرب والمسلمين لعبوا دورا مهما في نقل الفلسفة والعلوم اليونانية إلى يعني العالم الغربي، سواء كان يعني العالم المسيحي الروماني واللاتيني وبما فيه من حضور يهودي. لكن قلة من المتخصصين فقط هم الذين يتحملون عن قراءتها وتمييز الأعمال المتخصصة بتقنية كبيرة. ربما يعني نجح بعض المستشرقين في إزاحة هذا الغموض وهذا الالتباس، وفي تقديم ابن رشد وآخرين إن لم يكن كمجموعات على الأقل كمؤلفين مغمورين ومغرمين بهذا النقل، بهذه الترجمة وبهذا الابتكار العلمي ونحت والصقل على المستوى اللغوي. ربما يقدم العديد من الأشياء، عملية النقل وقدم العديد من التعريفات للفكر والتي تشكل خليطا ونسيجا ما كان سيطلق عليه موسوعة أو ربما نظرية في التواصل الثقافي. ينتهي التشابه يعني مع العالم الفكري بين ما هو شرقي وما هو غربي، ويرفع الخلاف ويكشف عن الاتصال. ولا يمكن الاختلاف في العلاقة بين الإسلام والمسيحية واليهودية بقدر ما في التقاليد الفلسفية التي عملت على تيسير التواصل بين هذه الأديان والحوار بين ممثليها، وعملت على إبراز نقاط التثقف الذي حدث بين الغرب والشرق، وبين في الحاضر في وسط المتوسط بين الإغريق والعرب وبين الرومان واللاتين. من جهة ثانية يوجد سيد يوناني هنا سوى أرسطو، يعني ولا شارح سوى أولئك ولا شراح سوى أولئك الذين استطاعوا أن يتلائموا مع أفقه المنطقي ويعني العلمي. تم استبعاد الأفلاطونية من هذه المناقشات، سواء الأفلاطونية المحدثة أو الأفلاطونية المبكرة، على الرغم من أن بعض الموضوعات التي أثير بالكاد تختلف عن الأشياء التي تم الإشادة بها، مثل أهمية المعطاة لموضوع الواحد عند أفلوتين. إنه ليس اكتشافا ولا عتابا من توجيه إلى مؤرخ الفلسفة، إنه بالفعل ما حدث في العلم الفكري العربي في القرنين الحادي عشر والثاني عشر. إعادة اكتشاف أرسطو ضد الأفلاطونية لفترة طويلة، الأفلاطونية المعطلة ضد أفلوتين وكل الشروحات والاقتباسات منه والوقوع في الأخطاء التي حدثت في بداية الفلسفة الإسلامية وبواكيرها الأولى، وهناك التباسات في الاقتباسات وفي الترجمات، وربما هناك خطأ في تسمية الأشياء بمسمياتها حول مؤلفات لأرسطو وقع نسبها لأفلوتين وغيرها لأفلاطون، والذي كان سيصبح مهيمنا هذه الأفلاطونية المحدثة. هكذا مرة أخرى خلال العصر النهضة كان لهذا التحول عواقب فكرية كبيرة في أصل ما أطلق عليه لاحقا الفلسفة المدرسانية أو سكولاستيكية، والتي كانت هم الأكوين الشخصية الأكثر فرضا فيها في القرن الثالث عشر. اعتمد هؤلاء المفكرين العرب على الترجمات من اليوناني إلى لغتهم العربية، وقد كانت لهم شعبية لدى العلماء المسيحيين لدرجة أن نصوصهم ترجمت إلى اللاتينية وإلى العبرية. كانت وكذا أصبحت هذه العربية اللاتينية كما لغة الفلسفة الأرسطية في العصور الوسطى، مع كل التأثيرات التي يمكن تخيلها للترجمة المزدوجة. على وجه ذلك فإن هذه التأثيرات في الغالب أقل سوء في تفسير في مسائل الانزلاق والتحريف والنقل بطريقة غير أمينة. يتم إضافة الدقة بالتمييز الأساسي مثل تمييز الواجب والممكن. يظهر الآن فقط على أنه فرق بسيط يمكن تخفيفه إلى حد محو تقريبا، ويمكن سماع العنوان والعنوان الفرعي على أنهما مكملان لبعضهما البعض، أو أنه أحدهما يحدد الآخر. يمكن أيضا رؤية مشروعين يتأرجح بينهما جميع العلماء في الفترة الكلاسيكية، يعني بين أفلاطون وأرسطو. في بعض الأحيان يتعلق الأمر بشكل أساسي بقول ما ينطوي عليه فعل التفكير، أحيانا يكون التحدي إظهار ثراء الفكر العربي الكلاسيكي.
ليتعارض الاثنين الأفلاطونية والأرسطية كما فعل بالتأكيد كما فعل الفارابي في الجمع بين رأيي الحكيمين. لكن اللهجة في الفترة الكلاسيكية ليست هي نفسها تماما. لكن السؤال هو الذي ربما يتم الإشارة إليه حول هوية يعني الفكر العربي في تلك الفترة، فإن الغياب التام للجانب الأفلاطوني من الفلسفة يكون نقصا مؤسفا وهيمنة الأرسطي. ومن هنا تأتي الأهمية، فهي في الحقيقة مسألة تتعلق برؤية ما يمكن أن يقوله التقليد العربي اللاتيني للعصور الوسطى عن الاهتمام بهذا الموضوع، ليس فقط من الناحية الأرسطية بل من الناحية الأفلاطونية. هذه القضية بالطبع هي قضية ربما تاريخية تدرس في تاريخ الأفكار وتاريخ الترجمات وتاريخ تشكل الأنساق وربما في بنية العقل العربي خاص. والحال أن ابن رشد والفلاسفة العرب الآخرين هم الذين ساهموا في هذا النقد للأفلاطونية وإبراز نقاط قوة الأرسطي، ولذلك ظل هؤلاء يستحقون القراءة وإعادة التأويل. لكن في الواقع هم أكثر من مجرد يعني مشارحين لأرسطو ومجرد لمبينين قضايا الأرسطي. التحدي الرئيسي هو جعل هذا الفكر محسوس، هذا الفكر العربي في الفترة الكلاسيكية محسوس بطريقة ملموسة. كيف في الواقع لا يمكن أن نجد اقتراحا تنويريا للتمييز بين التفكير أو الفكر أو الفهم أو التذوق أو التقريب بين فعل التفكير مع من السلوكيات مثل يعني الإحساس والشعور وتكوين الأزواج الميتافيزيقية وأن تصبح الاعتبارات الأبدية أو متناقلة أو بمعنى كل شيء. سنكون أيضا حساسين للتطورات التي أثيرت أو أثارتها ملاحظة عارضين من كتب النفس الأرسطي حول هذه الأنوار المشعة بأشواء معينة. ربما ذات ليلة أن استحضار هذه الأشياء التي لا يمكن رؤيتها إلا في يعني في الظلام تدعو إلى التشكيك في الامتياز المعترف به عادة في ضوء النور الكامل للتفكير. أكثر من إجابة قاطعة على سؤال ماذا يعني التفكير يحتفظ قارئ هذه الكتاب يعني قارئ التراث العربي الكلاسيكي بسلسلة جميلة من الصور المعروضة على التوالي في بعض الصفحات من التراث الفلسفي العربي الإسلامي والتي يوجد فيها الكثير وربما جميعها على الهدف الصحيح من ربما التخلي عن الأفلاطونية المحدثة وإبراز أهمية الأرسطي. في كل مرة هذه الصور الجميلة تأتي من أرسطو إلى النظرية إلى الفلسفة السكولاستيكية سواء عند ألبرت الكبير أو توما الإكويني عبر العربي اللاتيني ابن رشد والمفكرين العظام الآخرين للتراث العربي ربما ابن سينا ربما الغزالي أو غير ذلك من يعني علماء علم الكلام أو علماء اللغة. لا شك في أن لا أحد ممن درس فكر القرون الوسطى يشك في مصلحة الفلسفة العربية في القرن الثاني عشر وأهميتها الكبيرة في انتقال الأرسطية إلى الفلسفة المدرسانية. ولكن إذا لم يكن أي مؤرخ لفلسفة العصور الوسطى يجهل هذه الأهمية، فمن الصحيح أن هذا التخصص محجوز لعدد قليل جدا من العلماء والمؤرخين. ربما قراءة تاريخ الفلسفة بصفة عامة وتسليط الأضواء على هذه الزاوية وذلك الركن وتلك المشكلة التي أثيرت في الفترة الوسيطة في الفلسفة المدرسانية ربما يمثل حافز مرحب به للذهاب لرؤية هذا الجانب، وهو حافز ربما يكون أكثر فاعلية لأن القراءة يعني هي تأويل في الحقيقة وإزاحة للغموض وتأكيد على أهمية يعني الدور الوسيط الذي لعبه الفكر العربي الكلاسيكي في تسليط الضوء على الفلسفة الإغريقية ودفاع عن الفكر النير ضد الأرثوذكسية العقائدية التي تمثلها الأديان والابتعاد بالعقل لا نحو عالم الميتافيزيقا وعالم المثل وإنما النظر في الموجودات ودراسة الكائنات الطبيعية وتسليط يعني مخابر البحث والجهود المعرفية نحو استنباط وشرح وتفسير أصول وأسرار الطبيعة أسرار الكون. وهذه قوة العلوم الطبيعية والعلوم اللغوية العربية التي مثلت بداية تشكل المنهج
التجريبي والعقلانية العلمية الموضوعية التي حصل فيها تحطيم للكوسموس وتفجير الثورة العلمية وغزو للفضاء، هندسة للفضاء على يد كوبرنيك وغيره. هذه هي يعني الإطلالة التي نبين فيها ثراء الفكر العربي الإسلامي من الناحية اللغوية ومن الناحية العلمية، وبالخصوص علوم اللغة وعلوم الطبيعة وعلوم الرياضيات وعلوم يعني الهندسات. وشكرا جزيلا على حسن الانتباه. أنت أتمنى أن تكون هذه الإطلالة قد أفادتكم. إلى اللقاء في إطلالة ثانية.